طبيب بشري. دكتور احمد ونص كان اتلاف الاطباء مخطوف من يوم الثلاث، مخطوف من يوم الثلاث ومش عارفين هو فين، وهو كان عضو في انتخابات النقابه العامه للاطباء، مش عارفين لغايه دلوقتي هو فين، ومفيش اي جهه بتقول لنا هو فين. بس كده. رد علينا، رد علينا. احمد عاطف سرق الغاز، احمد عاطف سرق الغاز، ولا هرب الملايين، ولا هرب الملايين، ولا كان من القناصه، ولا كان من القناصه، ولا باع مصر في ثانيه، ولا باع مصر في ثانيه، ولا باع مصر في ثانيه، ولا باع مصر في ثانيه. احمد عاطف سرق الغاز، احمد عاطف سرق الغاز، ولا كان من القناصه، ولا كان من القناصه، ولا هرب ملايين، ولا هرب ملايين، ولا باع مصر في ثانيه، ولا باع مصر في ثانيه. احمد عاطف قال الحق، احمد عاطف قال الحق، وانتوا تخافوا كلمه لا، وانتوا تخافوا كلمه لا. احمد عاطف قال الحق، احمد عاطف قال الحق، وانتوا تخافوا كلمه لا، وانتوا تخافوا كلمه لا. اه يا مصر، واه يا مصر، اه يا مصر، واه يا مصر، اختلفوا احمد بعد العصر، اه يا مصر، واه يا مصر، اه يا مصر، واه يا مصر، خطفوا ابنك بعد العصر، خطفوا ابنك بعد العصر. كلنا كلنا احمد عاطف، 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 كلنا كلنا احمد عاطف. ولا بنخاف من حكم الخاطف، ولا بنخاف من حكم الخاطف. مش هنركع، مش هنركع، احمد يرجع، مش هنركع، احمد يرجع، مش هنركع، احمد يرجع، مش هنركع، احمد يرجع، مش هنركع، احمد يرجع. كلنا كلنا احمد عاطف، كلنا كلنا احمد عاطف، ولا بنخاف من حكم الخاطف، ولا بنخاف من حكم الخاطف. علي سور السجن وعلي، علي سور السجن وعلي، بكره الثوره تشيل ما تخلي، بكره الثوره تشيل ما تخلي. يا ابو دبوره ونسر وكاب، يا ابو دبوره ونسر وكاب، احنا دكاتره ومش ارهاب، احنا دكاتره ومش ارهاب. يا ابو دبوره ونسر وكاب، يا ابو دبوره ونسر وكاب، احنا دكاتره مش ارهاب، احنا دكاتره. كلنا كلنا احمد عاطف، كلنا كلنا احمد عاطف، ولا بنخاف من حكم الخاطف. البلد كلها كده، نقعد مش عاجبنا يقعد 3 ايام وبعدين نخرجه، وبعدين نجيب واحد تاني يقعد 3 ايام ونخرجه، مش هنخلص كده. عشان كده احنا مش مفهوم ان نشيد دلوقتي نعتصم. بالظبط كده، بالظبط كده. بص حضرتك، في صفحه اسمها كلنا معتقلون، عايزين بقى الخطوه الجايه عشان اخوات احمد جاي من نجاح، اخوات احمد بصراحه مين مؤسس نجاح كله؟ ماشي، يلا سلام. رايح المستشفى، رايح المستشفى. نعم، هو انا بس سالته انت فين، قال انا جاي، كنت انا كان هيسافر البلد ومعرف ان والدته هنا، قال انا اروح على المستشفى عشان استناها هناك. بس هو هيروح على المستشفى، لسه نعرف منه احمد بقى هناك. ما قالش كان فين هو الراجل، هيروح على المستشفى. استنوا هنا ولا تروحوا المستشفى؟ لا ماشي ماشي الناس ونروح على المستشفى. احمد اللي كلمنا، ايوه احمد اللي كلمنا. يلا يا جماعه يلا. وبعدين صوت، انا هقول الحمد لله يا عاطف، الحمد لله على السلامه. بس اتصل بيهم ولا ايه؟ ماشي، ما هو اتصل بيهم. اتصل بيهم قال لك شو كان فين؟ اتصل بيهم نجاح اصلا. ايوه ماشي، بعدين قال له رايح المستشفى. اعمل واحد اتصل بعمه بيقول له انا هقابلك، انا احمد هقابلك رمسيس. راح رمسيس قال له انا احمد هقابلك في النقطة، مش متاكدين ان هو خلاص مش قايلهم على مكان معين لحد دلوقتي. مهما لطف كلمة انا يا ابني، كلم مين؟ كلم مين؟ كلمهم؟ اه ما لسه طارق بيتكلم معاهم، بيقول لي معاهم. لا ايوه، طب ما قالش كان فين؟ طيب كان فين؟ ايوه يا دكتور، ايوه ما بقت تشوفوا بس بعدين تعرفوا هو كان فين بعدين. انا ريح، ايوه مش بتجي يا عمي، انا عايز اتمشى، انا عايز اتمشى، انا عايز اتمشى. لا والله لسه شايف دلوقتي، استنى.